الاحتلال الإسرائيلي الجنسية من حوالي 140 شخصا من بدو النقب داخل أراضي الخط الأخضر. وهذه الخطوة ليست الأولى، بل تأتي ضمن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير البدو من أراضيهم وسلبهم حقوقهم. في موضوعنا الرئيس نتوقف عند السياسة الممنهجة للاحتلال وعند أوضاع البدو بعد سلبهم جنسيتهم. ستكون لنا محطة في العاصمة الليبية طرابلس، حيث أعيد افتتاح دار الثقافة والفنون والتراث بعد سنتين من الأغلاق. كورونا يساهم في تطوير واعتماد برامج وخدمات الطب عن بعد، نتعرف على تفاصيله في شباك التكنولوجيا مع سلمى ناصر. حلقة جديدة من شبابيك، تابعونا. نبدأ مشاهدينا كالعادة بصور اليوم وجولة في بعض الدول العربية والأجنبية. والصورة الأولى من تورونتو ورفوف ممتلئة بكمامات واقية، باتت هذه السلعة هي الأكثر مواكبة للموضة ربما. وإلى العاصمة اللبنانية بيروت وواجهة جريدة النهار العريقة، وقد حولت اسمها في هذا المنشور الذي يمتد على طول المبنى المهشم ليصبح انهيار. وقد أعلنت رئيسة تحرير الجريدة نايلة جبران تويني من خلال هذا المنشور عن غضبها من السلطة الحاكمة التي مارست على حد قولها الفساد والإهمال إلى حد دفع البلد للانهيار. ونبقى في لبنان، وهذه الصورة تتوسل الأمل وتعكس قدرة اللبنانيين النادرة على النهوض من جديد في كل مرة تصاب فيها البلاد بكارثة. العلم وطائر الفينيق تم تشكيلهما من زجاج الأبنية المهشمة بالقرب من مرفأ بيروت. ونختم من برلين، ونشطاء بيئيون لم يمنعهم فيروس كورونا من التظاهر لأمر لا علاقة له بالجائحة، بل هو متعلق بالعدالة المناخية. أدى انفجار ميناء بيروت في الرابع من الشهر الجاري وما رافقه من شظايا متطايرة إلى إصابة أكثر من 400 شخص في أعينهم، فحرمهم من أبصارهم أو أصابهم بأضرار مزمنة. بابا شو بدك؟ بدي عينة. هذا كل ما تريده الصغيرة بعد أن أصابت شظية الانفجار عينها. قسوة لم تقتلع فقط قلب بيروت من مكانه، عشرات الأشخاص بلحظة باتوا بعين واحدة، ومنهم من أمسى ضريرة. السما كانت بقلب صالون البيت، يعني ما تبعد مترين عن الشباك اللي بقلب الصالون. لما انطلع الانفجار أما دوري كبت حالة عليها وحطتها بحضنها إنه على أساس إنه هي حمتها. بعد أكثر من 3 دقائق لا وعينا أنه سمع ينزل دم من عينا. عمود أبيض وانفجار برتقالي ودخان أسود، صور وألوان ستخلدها ذاكرة من كانوا مبصرين يومها. ربما ليست وحدها الشظايا ما تعمي الأنظار. قوة ضغط الانفجار تجعل العين تنفجر من الداخل، وهذا ما قاله لي الطبيب، ما يجعل علاجها أكثر صعوبة. يبدو أنني فقدت رؤية جانبية تماما، أو ربما صورتي. انفجار بيروت غير كل شيء، حول أبسط المهام إلى تحديات كبيرة، وبات مستقبل هؤلاء عاجزا وضريرا. كان لدي أحلام وخطط لتعلم أشياء جديدة، منها القفز بالمظلات والغوص، مجرد خطط أردت القيام بها خلال حياتي. لا أعرف شيئا عن مستقبلي المهني لأنني مطور صفحات إنترنت،
لذلك لا أعلم إلى أي مدى لا يزال بإمكاني استخدام نفس المهارات. انتهى الانفجار وستطوي الأيام صفحاته، لكن جروحه لن تندمل بعد أن خلف وراءه ألما ومفقودين ومستقبل بلد مشوش الرؤية ولربما أعمى. وصلت قضية سحب جنسيات العرب الفلسطينيين في منطقة النقب إلى مراحل متقدمة، وذلك بسحب جنسية 140 مواطنا بعد أن تم سلب المواطنة من أكثر من 10,000 منذ عام 2015. من دون جنسية ومحروم من وثيقة تثبت انتماءه إلى أرض وهوية، سليم التنفيري بات واحدا من عشرات من أبناء عشيرة العزازمي بعد سحب إسرائيل الجنسية منهم هنا في قلب النقب. مشكك شرطي مشكك مخصوم فتشي، أنت مش مواطن، أنت مش لبستك مش مواطن، كانك جاي من مثلا من غزة أو جاي من مصر أو من سيناء أو مش. إذا المواطنين مهددين كيف أنت اللي مش مواطن مهدد؟ تقييد حرية الحركة داخليا وخارجيا فضلا عن سلب حقوق هي أساس لبناء حياة مستقرة، هذا ما يعانيه سليم منذ 25 عاما. حاول فيها استصدار جنسية لكن ذرائع إسرائيل حالت دون ذلك. يقول أنت كنت مرة متجوز ثنتين ما بيحق لك، أنت مرة كنت عليك ملف جنائي ما بيحق لك. طب أنا قاعد بحكي لهم بقول هم رئيس الدولة عندكم مليان ملف جنائي ورئيس دولة. تشمل هذه الحرب غير المعلنة على البدو الفلسطينيين في النقب فصولا من التهجير القسري وهدم المنازل اليومي في محاولة صريحة للتحكم في مفاصل مجتمع عربي يمثل على ما يبدو هاجسا للسلطات الإسرائيلية. في عنصر تبع الوجود الجغرافي، في عنصر تبع التكاثر الديمغرافي، وفي كمان عنصر ثالث اللي هو فكرة عدم التبعية المطلقة لمنظومة العقوبات الإسرائيلية. احنا نتحاكم بالقضاء العشائري في النقب، فعدم التبعية هذا بالنسبة لإسرائيل هو كمان عنصر مخيف جدا. إذن عقود حاولت فيها إسرائيل التحكم بمصير بدو النقب وصولا إلى حد سلب الترخيص الأخير لبقائهم على أرض هي لهم كما هم لها. لا ترى إسرائيل بهذه التجمعات البدوية الأصيلة سوى خطرا وجوديا وأمنيا خالصا يعزى إلى استراتيجية موقع النقب ومساحاته، وسحب الجنسيات ليس إلا إحدى طرق خنق المجتمع البدوي والتضييق عليه. أمير خطيب التلفزيون العربي النقب. وينضم إلينا عبر سكايب من بئر السبع شحدة بن بري المحامي والناشط السياسي. أهلا بك أستاذ معنا. إذا هذه الخطوة اليوم وهي ليست جديدة، لكن اليوم تحديدا إلى ماذا تمهد؟ أعتقد أنها تمهد لما مهدت له إسرائيل طيلة هذه السنوات، عشرات السنوات. أريد أن أنوه بأننا نعلم تاريخيا أن النكبة التي حلت الشعب العربي الفلسطيني تمت عام 1948، ولكن في النقب بالذات التهجير استمر حتى عام 1960. سكان النقب في عام 48 كانوا حوالي 100,000، تبقى منهم حوالي 12,000 وهم بازدياد. السكان بطبيعتهم عرب بدو، هنالك تكاثر تعداد بالسكان، وهنالك أيضا هاجس ديموغرافي إسرائيلي من التواجد العربي في هذه البلاد. طب ما تفسيرك إذن بما أنك تتحدث طبعا عن هذا الموضوع، ما تفسيرك إلى أنهم يعني معظمهم فوق 50 عاما؟ نعم معظمهم فوق 50 عام داخل دولة إسرائيل، وأكثر أنهم قبل أصلا هم أصلا من قبل قيام دولة إسرائيل متواجدون في داخل دولة إسرائيل. ما قامت به دولة إسرائيل في 48 قامت بطردهم إلى باتجاه سيناء وباتجاه الأردن وباتجاه قطاع غزة، وقامت بالخمسينات بالطرد إلى سيناء،
وقامت بالستينات بطرد 1500 أسرة إلى سيناء. هذه عمليات الطرد هي تريد أن عمليا القيام بتطهير معين، تطهير عرقي لعرب النقب في جنوب البلاد. لكن ماذا تعني هذه الفئة العمرية أستاذ؟ يعني لماذا لم تسحب الجنسية من صغار السن، من يعني شباب صغار، بما أنك تتحدث طبعا عن تغيير ديموغرافي بكل تأكيد، عن تهويد للأرض، عن سلب للمواطنة، وعن يعني تحدثت أنه ما عاد بده هذا الجيل الفلسطيني أن يتوالد. نعم، هنالك إشكالية قانونية بالنسبة لسحب الهويات أو الجنسية من ممن هم أطفال دون 18. هنالك مواثيق أكثر من ميثاق دولي يحرم ويمنع سحب الجنسية من الأطفال. بالنسبة للآباء هنالك حجج كثيرة، أنهم إما ولدوا خارج المنطقة التي يسكنونها الآن، أو أنهم أتوا أو قدموا من سيناء، وهذا غير صحيح. هم طردوا إلى سيناء ثم عادوا إلى سيناء، يعني طردوا بالستينات وبعد 7 سنوات عادوا وتزاوجوا وتكاثروا مع سكان أهليهم المتبقين هنا في النقب. ولذلك هذه الحركات ما تقوم بها حكومة إسرائيل هي عملية تصفية، هي تقوم بسحب الهويات في القدس. نعم. وتقوم بسحب الهويات في المكان. أستاذ، نعم. أستاذ، لماذا نعم. لماذا قيل أيضا إن من سحبت جنسياتهم ينتمون إلى نفس العائلة أو نفس العشيرة؟ نعم، هذه العشائر، العائلات المتواجدة في بمحاذاة الحدود مع سيناء، هم من عشيرة العزاز. هذه العشيرة تم التنكيل بهذه العشيرة طيلة عشرات السنوات منذ الأربعينات ومنذ قيام حرب دولة إسرائيل بعام 48 وبالخمسينات وبالستينات، وكانت هنالك الكثير من الادعاءات بأنهم ينقلون معلومات إلى المصريين وإلى آخره. وبما أنهم الأقرب إلى الحدود المصرية فكان دائما يتم قذفهم إلى داخل سيناء ثم يعودون، لأن الرابط والجغرافي والعائلي ما زال متواصل بين أواصر. نعم. الصلة متواجدة بين الأفراد الأسر من عشيرة العزازنة، ولذلك هم يدعون بأنهم ليسوا من إسرائيل، أي أنهم لا يحق لهم الحيازة الجنسية الإسرائيلية، وعليهم القيام بالتجنس، أي أن يطلبوا من جديد أن يتحولوا لأصحاب جنسية إسرائيلية، مع أنهم خلقوا وولدوا من هنا وطردوا ثم أعيدوا وهكذا. نعم، أستاذ شحدة، أتمنى أن تبقى معنا. نتحول الآن إلى رانيا الدريدي لتوافينا بمعلومات أوفى حول سياسة الاحتلال بصلب الأراضي الفلسطينية، ثم نستكمل النقاش. يواجه فلسطينيو النقب جنوب فلسطين التاريخية لأكبر عملية تصفية لقضيتهم منذ قيام دولة الاحتلال إسرائيل قبل أكثر من 7 عقود عبر سحب الجنسيات الإسرائيلية منهما. سلطات الاحتلال قامت بسحب جنسية 140 مواطنا عربيا من سكان النقب من أصل أكثر من 10,000 شخص سلبت مواطنتهم منذ العام 2015 بحجة أخطاء من موظفين في وزارة الداخلية الإسرائيلية والتهديد بسلب بجنسيات نحو 360 آخرين. يشار إلى أن معظم المتضررين هم من عشيرة العزازمة التي تقطن جنوب النقب ويسكن غالبيتها في قرية شقيب السلام ووادي النعم وبير هداج غير المعترف بها. ومنذ عام 2010 بدأت حكومة الاحتلال سياسة تجرد بها المواطنين العرب في صحراء النقب من جنسيتهم الإسرائيلية تحت ذريعة أن تسجيلهم كمواطنين إسرائيليين كان خطأ ويجري معالجته، وتم على إثرها سحب جنسية نحو 2600 شخص. يعيش في النقب نحو 220 ألفا من البدو الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، أكثر من نصفهم في قرى بصحراء النقب، ويقيمون في 6 قرى معترف بها وفي 36 قرية أخرى ليست مشمولة بالاعتراف، يعيش بها حوالي 100,000 شخص وهم لا يستفيدون من معظم الخدمات البلدية. ووفقا للقانون الإسرائيلي فإنه بعد سحب المواطنين
المواطنة يتحول الشخص إلى مقيم دائم، أي أن مكانتهم تصبح شبيهة بمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة بحسب التصنيف الإسرائيلي، ولا يحظون بكامل حقوقهم. ويحرم أيضا من تسحب منه الجنسية من امتلاك جواز السفر، وفي حال خرج المقيم من دولة الاحتلال لمدة تزيد عن 3 سنوات فإنه يحق لسلطات الاحتلال سحب الإقامة منها تطبيقا لما يسمى قانون أملاك الغائبين الصادر في 50ميات القرن الماضي. شكرا لرانيا على هذه المعلومات، وأعود إلى الأستاذ شحدة بن بري المحامي والناشط السياسي. أستاذ شحدة، إذا بدنا نحكي عن الحقوق المسلوبة أيضا وعن تبعات هذه الخطوة، إذا بتوضح لنا أكثر هذا الموضوع، خاصة وأنه يعني قرأنا الكثير من المقالات تتحدث أنه من سحبت جنسياتهم يستطيعون أن ينتخبوا لكن لا يستطيعون أن يترشحوا للانتخابات على سبيل المثال، يستفيدون من الضمان الصحي لكن بحدود ربما دنيا، فإذا بتطلعنا أكثر على هذا الموضوع. أولا، الجنسية لها مفاهيم ثابتة، أن الإنسان عندما يكون مواطن يحق له أن يصوت وأن يترشح للسلطة، أي أقصد السلطة السياسية البرلمان. هذه عمليا من أهم العناصر التي يمتلكها الإنسان، أنه ينتمي بجنسيته ويستطيع أن يقرر في ما يرغبه في الدولة. الإقامة تختلف، الإقامة الإنسان لا يستطيع الانتخاب ولا يستطيع أن يكون منتخب، يستطيع الانتخاب فقط للسلطة المحلية للبلدية للقرية، ولكن لا يستطيع المقيم الانتخاب للبرلمان كالكنيسة وما إلى وما شابه ذلك. الآن ماذا تفعل إسرائيل؟ أولا تسحب الجنسية، فماذا يتبقى؟ تتبقى الإقامة. الإقامة هنالك إشكاليات حولها، إذا مثلا تزوج هذا المقيم العربي من ابنة شعبه الفلسطينية في الخليل أو في الضفة الغربية وسكن هناك فترة معينة، تسحب إقامته. إذن عمليا هو يفقد كل شيء، يفقد بلده، يفقد وطنه. إذا خرج خارج البلاد لأي غرض، عمل أو دراسة وإلى آخره، وطالت الفترة لا يحق له العودة، يستطيعون أن يقولوا له أنت لست مواطن ولست مقيم، إذن أنت شأنك، إذن عليك أن تقوم بتقديم طلبات جديدة لدخول البلاد وإلى آخره. هذه الممارسات عمليا هي نوع من محاولات التصفية، تفريغ المنطقة من سكان الأصليين عرب النقب، وهذا طبعا يتماشى مع السياسة العامة لدولة إسرائيل، هي بتفريغ عامل شعبنا الفلسطيني صاحب هذه البلاد وساكن وأهل هذه الديار. الآن المواطنة تشكل خطر، لأن المواطن يستطيع أن يقرر، ومع أننا نعلم تماما بأننا نفهم أن إسرائيل تريد أن تضع قضية المواطنة ليست بالمفهوم ضمنيا لعرب النقب أو لشعبنا، أي أنكم مواطنون تحت بين هلالين، أنكم تتمتعون بهذه وكأنها عطوفة من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب، أي أن نحن عمليا يقومون بمنحنا هذه المواطنة وكأنهم يعملون لنا معروف، على الرغم من أن نحن قبل هذه الدولة. نعم. طب كيف يمكن مواجهة هذه الإجراءات؟ هل من سبيل طبعا لمواجهتها؟ هل للسلطة الفلسطينية على سبيل المثال يعني ولو يد في المساعدة في هذا الموضوع، أو مؤسسات المجتمع المدني؟ لا أعتقد بأن السلطة الفلسطينية لها دور في هذا المجال. نعم، نحن نقدر لها مشاكلها في الضفة الغربية وخارج الضفة الغربية، أعتقد بأن الدور الأساسي هو منظمات المجتمع المدني في البلاد، السكان، الوعي، الأحزاب،
القوى الناشطة بين أبناء شعبنا من أجل عدم تمرير أو منع تمرير هذا المخطط الإجرامي الذي يتم على بشكل منفرد، والضغط على السكان بشكل وسحب الهويات وسحب الجنسيات بشكل منفرد ومنعزل وبسرية أيضا، وأحيانا يقولون للإنسان أنها فقط خطأ وعليك أن فقط أن تطلب الجنسية، وعندما يطلب الجنسية عمليا هو يعترف بأنه ليست لديه جنسية. وأحيانا الناس والمواطنين المواطنون لا يعرفون بأن هويتهم أو جنسيتهم تم سحبها، فقط عندما يقوم الشخص بالتوجه إلى الوزارة من أجل السفر إلى الحج أو إلى أي مكان خارج البلاد فيكتشف بأنه عمليا دون جنسية أو جنسيته تم سحبها للتو. نعم للأسف. إذن أستاذ شحدة بن بري المحامي والناشط السياسي كنت معنا من بئر السبع، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا إلى شباك هاشتاج، وأيضا نرصد فيه تفاعل الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وينضم إلينا باسل خلف. أهلا بك باسل. إذا نبدأ من الهاشتاج الأول، وهو هاشتاج متواصل من الأسبوع الماضي حول القصف الذي يبدو أنه يتواصل أيضا بدوره. مساء النور ديما. بالفعل غزة تحت القصف هو الوسم الذي يغرد من خلاله الفلسطينيون وتحديدا هنا سكان قطاع غزة عن مجمل الأحداث التي تطورت خلال العشرة أيام الماضية فيما يتعلق بتواصل الغارات الإسرائيلية على أهداف متفرقة من قطاع غزة. أصيب خلال العشرة أيام الماضية أطفال وتضررت بعض المنازل المجاورة للأهداف التي يتم قصفها، وهناك أثار وتبعات لهذا الوضع المتوتر هنا في قطاع غزة من توقف محطة توليد الكهرباء ومنع الصيد البحري وما إلى ذلك من تبعات تؤثر على حياة الناس، وبالتالي كان هناك تغريدات في هذا الإطار لشرح ما الذي يدور حولهم. إياد القرى يقول عن آخر أحداث الليلة الماضية: كنت مع الأسرة على بعد 10 أمتار من لهيب الصواريخ، وهناك عائلات أخرى في مدينة أصداء الترفيهية في خان يونس. هذا هو الاحتلال ينشر صورة هنا للقصف الأخير الذي حدث الليلة الماضية بالقرب من منازل المواطنين. طبعا نحن نتحدث عن قطاع التيار الكهربائي، وتالي الناس يلجؤون إلى المناطق المفتوحة، وبجوار هذه المناطق المفتوحة أو بالقرب منها يتم قصف أهداف مختلفة بالطائرات الحربية أو بالمدفعية الإسرائيلية على طول الشريط الحدودي. الواثقة بالله تقول: إلى متى نقصف ونهان ونعيش الذل والهوان؟ إلى متى الأطفال تصرخ وتنهض من نومها باكية من شدة القصف في هذه الأثناء؟ وتغريدة أخرى يقول يحيى: نعيد ونكرر، 11 يوما من القصف، 3 أيام دون كهرباء، بالإشارة إلى توقف محطة توليد الكهرباء طبعا. ويحيى يقول أيضا: 3 أيام دون كهرباء، 7 أيام إغلاق للمعابر، وما زال القصف يستهدف غزة حتى كتابة هذه التغريدة. جهاد حلس يقول: خبيني أنا خايف. وهذه التغريدة انتشرت لفيديو يظهر فيه طفل بالأمس إلى جوار والده أو شخص أكبر منه على الأقل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يتحدث إليه ثم يقول: خبيني أنا خايف من شدة القصف، أطفال غزة يستيقظون يصرخون خوفا بسبب أصوات الانفجارات الضخمة نتيجة القصف الصهيوني المتواصل حتى الآن، ثم يدعو جهاد لغزة وأهلها. لنشاهد هذا الفيديو ثم نكمل هذه التغريدات. خبينا أنا خايف، هيا شهد أن العيال رسول الله أشهد أن العيال رسول الله الله أكبر
نعم باسل، مؤلم فعلا هذا الفيديو، مؤلم ما تعيشونه يعني في قطاع غزة. نتمنى السلامة للجميع. وننتقل إلى الهاشتاج الثاني وهو حول الذكرى 51 لحريق المسجد الأقصى، حيث أضرم إسرائيلي طبعا النيران فيه وأحرق منبر صلاح الدين الأيوبي. هناك ثمة شيء يمكن قوله تحت هذا الوسم، ربط الفلسطينيون ما يحدث في المسجد الأقصى، ما حدث في المسجد الأقصى قبل أكثر من 50 عام وما يحدث الآن من تطورات وانتهاكات إسرائيلية مستمرة، سلوك الاحتلال المستمر في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى ربط بعض الفلسطينيين من خلال التغريدات المختلفة بما حدث من اتفاق سلام إسرائيلي إماراتي، وهذه التغريدات كلها ذات طابع إنساني سياسي. على أي حال، نقرأ من تغريدات محمد محارب: تتجدد ذكرى حريق الأقصى وأنظمة العار تكشف عن وجهها القبيح، فلهم أهدوا المسجد الأقصى دما يراق دفاعا عنه، ولا أرسلوا له زيتا يضاء في قناديله، بل أهدوا العدو تطبيعا مكافأة له على سفك الدماء واستباحة المقدسات. وطبعا هذه التغريدة على وسم حريق الأقصى وفلسطين، قضية الذي انتشر أيضا مؤخرا خلال الأيام الماضية. أيمن دلول يقول: في 21 أغسطس عام 1969 حرق الصهاينة المسجد الأقصى على حين غفلة من عرب انشغلوا بأشباه دول تناحروا عليها. منذ ذلك الوقت وحتى الآن لا يزال الحريق يشتعل في قلوبنا، ولن يخمد إلا بإزالة الصهاينة السارقين المحتلين من أرض الإسلام وتطهيرها منهم حريق الأقصى. عبير قالت في ذات الموضوع وعلى نفس الوسم: في مثل هذا اليوم كان حريق الأقصى، لم ننتصر له فلم ينصرنا الله، وها هي قلوبنا كل يوم تحترق، أفلا تتدبرون؟ أخيرا في هذا الوسم، ديما أميرة قالت: حريق الأقصى زي اليوم ده من 1969 تم نشوب حريق في المسجد الأقصى على يد الصهيوني مايكل روهان، ومن يوم حريقه وقد حرقت الأمة العربية أو حرقت الأمة العربية والإسلامية وظلت نائمة إلى هذا اليوم، وعلى نفس الوسم حريق الأقصى. أخيرا ننتقل إلى ذات الموضوعات المتعلقة بفلسطين وتحديدا هنا في قطاع غزة. كما ذكرت في البداية بأنه هناك الكثير من التغريدات التي تناولت الوضع الإنساني في قطاع غزة. انتشرت صورة لطفل ينام على شباك منزله بسبب انقطاع التيار الكهربي لساعات طويلة، انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وحر شديد خلال هذا الموسم من الصيف. هذا هو الطفل كما نشاهد في الصورة، وقال غسان: طفل ينام على الشباك بسبب الحر الشديد وانقطاع الكهرباء. هذه غزة يا سادة، تدفع ضريبة العزة والكرامة عن الأمة، غزة بلا كهرباء. وطبعا على هذا الوسم أيضا انتشرت الكثير من التغريدات التي حكت عن غزة وأهلها. نعم باسل، والبارحة طبعا عرضنا صورة لإحدى المستشفيات والأطفال الخدج أيضا يعني يرقدون في العتمة تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي. كان الله في عونكم، ونتمنى السلامة للجميع. باسل خلف، إذن شكرا جزيلا لك، ونلتقي الأسبوع المقبل. شبابيك متواصل مشاهدينا، وفيه بعد قليل. إعادة افتتاح دار الفنون والتراث في طرابلس بعد سنوات من الإقفال. في شباك الدنيا نذهب إلى مدينة جيروند الفرنسية التي تنتج الملح بأساليب تعود إلى 1000 سنة، وهو الأغلى والأشهر عالميا. وفي شباك تكنولوجيا، كورونا يساهم في تطوير واعتماد برامج وخدمات الطب عن بعد، والتفاصيل مع سلمى ناصر. بعد 2.5 عام من إغلاقها، أعيد افتتاح دار الثقافة والفنون والتراث بشارع ميزران وسط العاصمة طرابلس. الدار تعد حاضنة للمؤسسات والجمعيات الثقافية والمنظمات الأهلية في البلاد، وتعمل على دعم الفنون بأنواعها، وتهدف إلى إحياء التراث الليبي المتنوع. هنا في هذه الدار ترتسم آخر لمسات الهوية الوطنية. دار الفنون والثقافة والتراث بطرابلس برزت كمنبر حيوي
طالما احتضن فعاليات ونشاطات من وحي حياة الليبيين وإبداعاتهم. هذه الدار بطرازها وبنائها القديم والتي أنشئت في أواخر القرن التاسع عشر كمرفق طبي استغلت خلال عقود مضت لتكون مكانا فريدا يجتمع فيه الفن والعمارة والتراث. حيكون فيها معارض للصور للرسومات، يعني دعم الشباب في هذا المجال، أيضا مؤسسات المجتمع المدني اللي علاقة بالحياة الثقافية بشكل عام حيكون لهم مكان. هنا أقيمت عشرات المعارض الفنية والمئات من الأمسيات الثقافية، وأطلقت الطاقات الإبداعية في مجالات ومشاريع مبتكرة. في هذا المبنى ثقافة المهنية في البلديات من خلال بيئة، وكيف يتم التعاون مع البلديات في مجال حلول مشاكل التلوث الحاصل. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعمل الدار على دعم مواهب الأطفال وتحفيز التبادل المعرفي إلى جانب توثيق وأرشفة الفن الليبي. نسوة عارمة يعيشها الفنانون والمثقفون وحتى الحرفيون بعد رجوعهم إلى دارهم، ما ينبئ بمرحلة فنية وثقافية زاخرة بعد سنوات من الغياب. عبد الناصر خالد، العربي، طرابلس. وينضم إلينا من طرابلس الممثل الليبي أحمد كعيب. أهلا بك أستاذ أحمد معنا. إذن يتزامن افتتاح طبعا دار الثقافة مع اتفاق سياسي يلوح في الأفق، يعني ولا يمكن اليوم فصل السياسة عن الثقافة. هل إعادة افتتاح هذه الدار يعني بالفعل تنبئ بإعادة الحياة الفنية الفكرية الثقافية إلى ليبيا؟ طبعا بشكل كبير، بشكل كبير، لأن افتتاح دار الفنون والتراث مهم جدا، لأن احنا يعني الحركة الفنية في طرابلس في ليبيا بصفة عامة وطرابلس بصفة خاصة متوقفة حاليا، لأن ظروف ما ساعدتش، حرب، مرض كورونا، يعني في هلبة أسباب للأسف الشديد أدت لأن الحركة الفنية تتوقف، إلا من بعض المجهودات الذاتية من بعض الأدباء وبعض الرسامين وبعض الفنانين ومخرجين قاعدين كلها تبذل في مجهود أنها هي تقدم شيء، لكن للأسف الشديد كلها بمجهودات ذاتية. الدار هذه نشبح فيها خطوة ممتازة. أول حاجة تجمعنا كفنانين مع بعضنا، يعني في مكان نتجمعوا فيه، في مكان نعرضوا فيه إبداعاتنا، حتى الرسامين والنحاتين اللي بصراحة توقفت المعارض الإبداعية باش نشوفوا حاجاتهم وباش نشوفوا إبداعاتهم، للأسف الشديد توقفت. وتوا عندهم مكان يقدروا يعرضوا فيه ويقدروا يتناقشوا فيه على الأشياء اللي يبوا يديروها ويبوا يبدعوا فيها. أيضا المواهب الجديدة للأسف الشديد اللي مش لاقية مكان تمشي له تعرض فيه مواهبها، يعني خطوة ممتازة، وإن شاء الله بإذن الله، وزي ما قلتي أنت مع الاتفاق السياسي بإذن الله الحركة الفنية حتتطور وحتمشي كويس بإذن الله، ونشوف نعم. التطورات مليحة بعون الله. نعم، نتمنى ذلك. أستاذ أحمد، يعني كما يقال الدار بسكانها، هل استطاع دار الثقافة أن تستعيد كل من كان طبعا مشارك بشكل أساسي ببنائها وتطويرها؟ يعني نعرف أن الثورات العربية فرقت بين الكثير من الأصدقاء والعاملين في نفس المجال بسبب الولاءات، بسبب الانتماء إلى حزب ما أو طائفة ما. هنالك بالتأكيد من المثقفين الليبيين من كان يمجد طبعا الرئيس الليبي الراحل، فكيف هو حال التعامل مع هذا الموضوع في دار الثقافة؟ شوفي، الحمد لله نوعا ما تجاوزناها المرحلة هذه. الفنانين يعني الحمد لله نوعا ما نشوف فيهم قاعدين يد واحدة يحاولوا بقدر الإمكان يقدموا شيء للفن في ليبيا. الأمور الثانية أو الأمور السياسية تجاوزناها، أصبحنا
هدفنا الوحيد ان احنا نرتقوا بالفن في ليبيا، ان احنا يعني نوروا للعالم ان ليبيا فيها ابداع فيها فن. للاسف الشديد قاعدة الظروف مش مواتيه حاليا، لكن بعون الله، وهذا الشيء نتمناه انا بصراحه، ان كل الفنانين يتضامنوا مع بعضهم بعيدا عن السياسه. الفن يجمعنا مع بعضنا، الفن هو اللي يوحدنا، نقدم رسالة للعالم أن ليبيا بخير بفنانينها وبأدبائها وبمثقفينها. نعم، نتمنى أن يكون الفن طبعا جامع أكثر من السياسة. يعني أنتم اخترتم توقيت جدا حساس، اليوم كثير من دور الثقافة تغلق أبوابها بسبب جائحة كورونا، الكثير من المسارح من المعارض من دور السينما، اخترتم توقيت جدا حساس، لماذا الآن تحديدا وكيف تتعاملون أيضا مع الجائحة المستمرة في الانتشار للأسف؟ هو المفروض أن تكون الافتتاح يعني كان ليه زمان يعني، فجائحة الكورونا سببت في تأخره، لكن نوعا ما الافتتاح كان في المرحلة هذه أو في الوقت هداي يعني كان باحتياطات معينة. احنا مجرد أن صار الافتتاح لكن ما زال ما صارتش الأنشطة أو التجمعات أو يعني الأنشطة متاع الدار قاعدة ما اندارتش بسبب جائحة كورونا. الحمد لله نوعا ما في ليبيا محافظين بقدر الامكان، احنا يعني ما داروش تجمعات، ما داروش معارض، لكن كلها قاعده تخطيط للمعارض وتخطيط لتجميع المواهب، تخطيط لتجمع الفنانين لمناقشه يعني احتياجاتهم، مناقشه شنو هي المخاطر اللي يتعرضوا لها، شنو هي الحاجات اللي يبوها باش يعني يقوموا باعمالهم. مازال ما صارتش التجمعات هدية أو الاجتماعات هدية نظرا لجائحة كورونا. يعني بعون الله المفروض أن لما تنتهي أو ينتهي هالوباء هداي، المفروض أن الطول يباشر، لأن خلاص الردي الدار مفتوحة لاستقبال الفنانين والأدباء، يعني خلاص مفروض نباشروا في اجتماعاتنا، نباشروا في أعمالنا، نباشروا في أستاذ أحمد يعني اليوم نقدمه للوطن والمواطن. نعم، اليوم يعني ثمت الكثير من المؤسسات الثقافية معظمها حقيقة استغنت عن هذه البرامج الحية بالمنصات الافتراضية التي تجري طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على الانترنت، على زوم إلى آخره، كل هذه التطبيقات. هل لديكم الإمكانيات اليوم، إن كان الإمكانيات المالية، الإمكانيات التقنية، لتنظيم هذه المساحة الافتراضية؟ الإمكانيات المادية صعب حاليا، ما فيش إمكانيات مادية صراحة، لكن الإمكانيات فنية موجودة في ليبيا، يعني موجود الفن وموجود الإبداع وموجود الابتكار، لكن للأسف الشديد ماديا، وكنا كفنانين وكأدباء وكرسامين وكنحاتين كلها، لما جيت تسألها أي فنان في ليبيا جيت تسأله يقول لك مشكلتي من الناحية المادية، ما نقدرش نقدم عمل وما نقدرش ندير عمل لأن إمكانيات المادية ضعيفة وما فيش دعم من الدولة للأسف الشديد. إن شاء الله نتأملوا أن في الأيام الجاية يكون فيه دعم للفن والفنانين بصراحة. يعني نعم، نتمنى ذلك، وهذه مشكلة كل الفنانين العرب ربما يعني يشتركون فيها. إذن الممثل أحمد كعيب كنت معنا من طرابلس، نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا لك. تعد غيروند واحدة من أقدم البلدات في العالم التي ما تزال تحافظ على الأساليب القديمة في إنتاج الملح، والتي تناقلتها الأجيال لأكثر من 1000 عام. ويعد ملح غيروند واحدا من أغلى أنواع الملح في العالم والمشهور بمذاقه المميز، إلا أن المنتجين في هذه البلدة يتخوفون من تأثير التغيرات المناخية على مستقبل إنتاجهم. تتباهى بأناقتها وأشكالها الهندسية البديعة هنا في بلدة غيروند غرب فرنسا، حيث تنتشر أحواض من أغلى أنواع الملح في العالم. أعمل في حقول الملح في هذه المنطقة منذ 23 سنة، هذا العام حصلنا على إنتاج جيد ونعمل 23 يوما بدون توقف.
باستخدام تقنية تقليدية تعود لأكثر من 1000 عام. تنتج أحواض غيروند زهرة الملح التي تتميز بمذاق أكسبها شهرة عالمية، غير أن التغيرات المناخية قد تسبب في سرعة جفاف الأحواض. نواجه ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة بسبب الاحتباس الحراري الذي نشعر بآثاره منذ عام 2003، وهذا يؤدي إلى خفض الإنتاج. نحاول الحفاظ على برودة الأحواض حتى نتمكن من الاستمرار. ما يزال مئات المزارعين في فرنسا يحافظون على هذه الحرفة التقليدية. تصل مداخل سبخات الملح في غيروند إلى أكثر من 2 مليون يورو سنويا، كما تستقطب أزيد من 80,000 سائح في السنة. والآن مشاهدينا إلى وقفتنا الأسبوعية مع عالم التكنولوجيا والابتكارات وسلمى ناصر. مساء الخير سلمى. مساء النور ديما. هلا كنا عم نحكي عن الثقافة الافتراضية والمنصات الافتراضية والتواصل عن بعد. هلا إيش دور أنت اليوم بدك تحكي عن الطب عن بعد؟ صحيح. هل هو بمفهومه اللي اليوم عم نشوفه أم شيء مختلف؟ هلا اليوم حنتكلم ديما عن شيء جديد له علاقة بكورونا وعن العادات اللي دخلها كورونا علينا، فقد دفع فيروس كورونا الناس إلى عادات تبدو جديدة وغير معتادة من قبل لم تكن في صميم سلوكياتهم، منها القيام باستشارات طبية عن بعد. سنتعرف كيف عزز كورونا من خدمات الطب عن بعد ومن هي الفئات المستفيدة، لكن بعد التقرير. من غرفة طعام إلى غرفة صغيرة في مستشفى، بسرعة كبيرة تحولت غرفة ويليام بعد أن شك الأطباء بإصابته بكوفيد-19. الأطباء استعانوا ببرنامج الرعاية الطبية المنزلية ميديكل هوم الذي ذاع صيته مؤخرا بعد تفشي الوباء. كل ما يمكنك تخيله في مستشفى، مستشفى كامل نجلبه بالفعل إلى المنزل، بما في ذلك جميع الخدمات التي تحتاجها والفحوصات المخبرية وأجهزة الأشعة بالإضافة إلى فريق الرعاية الصحية. برنامج ميديكل هوم الذي أنشئ منذ 4 أعوام نما بسرعة كبيرة في عهد كورونا، فقد تضاعف عدد المرضى بمقدار 10 أضعاف العام الماضي. هناك تغييرات كبيرة في تكنولوجيا اليوم تجعل البرامج المنزلية للمستشفى ممكنة عند إضافة بلوتوث والإنترنت عالي السرعة والأجهزة اللاسلكية وأجهزة مراقبة المريض عن بعد، فإن كل هذه التقنيات مجتمعة تتيح للمنزل أن يصبح موقعا آمنا بدلا من المستشفى. مرضى برامج الرعاية المنزلية يبقون على تواصل مع أطبائهم على مدار الساعة عبر أجهزة الفيديو والمراقبة التي ترسل إشاراتهم الحيوية. كورونا أعطى دفعة كبيرة للطب عن بعد، قفزة كهذه كانت تحتاج إلى سنوات لتتحقق في الأوقات العادية. سلمى شكرا على هذا التقرير. إذا الطب عن بعد يعني ظهر وقت على زمن كورونا؟ لا، هلا الاهتمام الأخير فيه بيخلي الناس تعتقد إنه الطب عن بعد أو التيلي ميديسن ظهر في وقت كورونا، ولكن الحقيقة الطب عن بعد ظهر تقريبا من أوائل أو ستينات القرن الماضي، أوائل ستينات القرن الماضي مع أول سفينة فضاء طلعت لناسا على الفضاء لاستكشاف الفضاء، كانت تقوم بإرسال المؤشرات الفسيولوجية لرواد الفضاء مثل ضربات القلب والسعرات الحرارية البكلوها كلها من الفضاء للأرض عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن هذا المجال تطور بشدة في السنوات القليلة الماضية لما صار في عنا بلوتوث، صار في عنا الإنترنت العالي، صار في عنا خوارزميات التعليم الآلي والذكاء الاصطناعي، وصلنا من إنه يكون الطبيب عم يحكي مع المريض بس عن طريق الكاميرا الفيديو وممكن يطلب منه صورة، وصلنا لأنه أنت ممكن تقدري تلبسي مثلا خاتم في اليد او قطعه طبيه في ايدك، تكوني على تواصل مباشر مع طبيبك، يقدر يعرف ضغط قلبك، درجه حراره جسمك، معدل السكر في الدم، معدل ضغط الدم،
ولو صار في أي طارئ معين في عندك إنه إشارة واحدة، طبعا هذا التطبيقات كلها متصلة في تطبيقات على الهاتف وتطبيقات متصلة بالمستشفى، لو صار في أي طارئ المستشفى تقوم بتصرف بشكل عاجل أو طبيبك يقوم بتصرف بشكل عاجل. طبعا هذا المجال كان في توقعات إنه يقوم أو إنه يرتفع بمعدل 37 مليار دولار بعام 2020، ولكن طبعا مع كورونا زادت الاستشارات الطبية 10 أضعاف العام الماضي، وفي احتمال إنه يزيد كمان 14% عن الأعوام السابقة. نعم، طب من هي الفئات المستفيدة يعني من الطب عن بعد غير رواد الفضاء؟ أكيد على أي بداية كان مع رواد الفضاء، ولكن حقيقة كل إنسان ممكن يستفيد من الطب عن بعد أو الاستشارات الطبية، ولكن طبعا في فئات أكثر يعني أكثر حاجة إلها، خصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من عمليات ومش مضطرين يقعدوا في المستشفى، الأشخاص اللي بيراجعوا مع أطباء نفسيين، الأشخاص عندهم مشاكل في القلب، مشاكل في السرطان، أمراض السرطان، حتى الأشخاص اللي عندهم مثلا كانوا بيعانوا من كورونا وطابوا، ولكن هناك يعني مضاعفات أو مش مضطرين يكونوا في المستشفى، بيكونوا في البيت، ممكن يكملوا استشفاءهم عن طريق طبيبهم عن طريق طبعا بعد. خصوصا إنه في كتير دراسات بتقول انه اللي بيكون قاعد بينزل وحتى لو كان مريض بيشفى اسرع 3 مرات، لانه بينام على سريره بياكل اكله بيقدر يطلع يشوف هواء ويرجع، فهي طبعا بتعالج او بتساعد على الاستشفاء بسرعه اكبر. اكيد مو يشوف هواء، يشم هواء اكيد. الهواء بينشم ما بينشم؟ لا هذا شيء اخر دوام بلندن بينشم. اليوم شفنا الهواء بلندن اخر دوام بينشم وبينشاف وبيتاكل. فطبعا ولكن لازم ننتبه انه هذا ما بيصير ترويج بشكل تجاري لها، انه طبعا الطب التقليدي لازم يكون موجود ويصير في طبعا في توازن بين الطب عن بعد والطب التقليدي، لانه في طبعا حالات مستعصية جدا لازم يراجعها الطبيب. نعم، نتمنى السلامة للجميع وما حدا يحتاج الطبيب أكيد. لا بشكل شخصي ولا عن بعد. موضوعنا الثاني عن منزل بنية بالتقنية ثلاثية الأبعاد، طابعة ثلاثية الأبعاد صحيح. هذا كان في بلجيكا، فقد أصبحت بلجيكا الدولة الأولى في أوروبا التي تبني منزلا متعدد الطوابق بخاصية طباعة ثلاثية الأبعاد في الموقع النهائي للعقار، وهو مشروع ابتكاري جرى تصميمه في 15 يوما فقط، وتم تطويره ليكون معرضا تكنولوجيا بواسطة معهد كامبسي، ولا يستغرق تثبيت الطابعة في المكان المطلوب ثم يوم واحد، ومجرد أن يعمل بشكل جيد لن تكون هناك حاجة إلى أي عامل بناء. هذا مثل ما أنت شايفة طبعا بالصورة، بالصورة، وهذا يعني شيء خطير، شيء خطير وجميل. جميل لكن فعلا جميل. أنه بدون حاجة إلى أي عامل، يعني يتم الاستغناء تماما عن اليد العاملة. أيوة، هو في الحقيقة أنت عندك عامل واحد فقط، هو بيوم تركيب الآلة بيقوم بمراقبة جهاز الحاسوب وهو بطبع لغاية ما يخلص، فأنت محتاجة فقط عامل واحد. هذا المنزل اللي احنا شفناه هو منزل كامل من طابقين، مساحته 90 متر مربع، ممكن السكن فيه، طبعا بنية من المواد اللي بصنع منها أي منزل عادي من الخرسانة والخشب والزجاج. 15 يوم لبناء منزل من طابقين، من طابقين، وأكيد معايير الأمان والسلامة. والغريب الموضوع أنه هذه المنازل أكثر صلابة 3 مرات من المنازل العادية. يعني مثل تقولي أنه هذا منزل مطبوع الطباعة ممكن يكون يقع، ولكن الحقيقة هو أكثر صلابة، ممكن يسقط. اليوم ركز كثير. هذا المنزل أكثر صلابة من المنازل الأخرى طبعا، وهو منزل صديق للبيئة، والشركة عندها اعتقاد جازم أنه ممكن تعدل على التقنية أنه تقدر تبني بيت خلال يومين فقط، كمان مش بس 15 يوم. يعني فينا نبني بيت بالجنينة لحد البيت مثلا، إذا أنت محتاجة عندك ضيف مثلا معين. نعم، فتبني له بيت. حلوة الفكرة. طب وننتقل إلى الموضوع الثالث والأخير، اللي هو عن مادة لا تكسر ولا تقطع ولا تخدش ولا تقطع ولا تقع. طبعا هذا طبعا في بريطانيا، فقد ابتكر فريق من المهندسين البريطانيين أول مادة معدنية من نوعها من صنع الإنسان لا يمكن قطعها أو قصها بالأدوات التقليدية. المادة من ابتكار باحثين في جامعة دورهام، تتكون من رغوة معدنية من ألمنيوم مع كريات خزفية، ومجرد أن تصل أداة قطع كهربائية إلى هذه الكريات يتسبب التفاعل في اهتزازات عالية التردد تقوم بإتلاف نصل القطع في غضون دقائق. حتى إذا وقع ما بينتكسر؟ لا، إذا وقع أو ما وقع ما بتكسر. طب ليه؟ يعني شو الهدف من أنه يكون في مادة لا تكسر؟ ببساطة هاي المادة هلأ هي بتستخدم فيها استخدامات كتير حنتكلم عنها، ولكن هذه المادة المصنوع منها رغوة الألمنيوم مع كريات خزفية، إذا قرب منها أي نصل حاد بتقوم بعمل ورقة الصنفرة.
يعني كل ما كان ورقة صنفرة هي تقوم بقطع القطع الحادة. نعم. فهذا الحاد مثلا منشار أو المثقاب إذا اقترب من هالقطعة التفاعل الكبير بيصير بينهم بيصير قطع لنص المنشار، فبالتالي نص المنشار بدوب وهذه المادة لا تقطع ولا تقص. الهدف منها إنه ممكن تصنع منها الدروع اللي طبعا للشرطة أو الدروع خصوصا إنه هالمادة كتير خفيفة الوزن أخف من المواد الأخرى. نعم. ممكن تصنع منها أقفال، أبواب عالية الأمان، كل أمور الحماية والأمان، فهي الفكرة من هذه المادة. نعم، إذن هي تستخدم بشكل أساسي، يعني ليش تم اختراعها؟ شو مثل ما ذكرنا لأبواب الحماية، أبواب عالية الخزنات، دروع الأمان، لأنها مادة. هلأ في عندك مواد أخرى تقطع، هل تستخدمها يعني قصدي الشركات مثلا يتم اعتمادها أم أنه أنت في الاستخدام الشخصي؟ لا طبعا يعني. أكيد مش استخدام شخصي. ما هذه المادة سيتم تصنيعها لصناعة الأبواب عالية الأمان، لصناعة الدروع حماية اللي ممكن تستخدمها الشرطة، الأقفال، أبواب، كل هاي كل طبعا هاي المواد المستخدمة للحماية والأمان. هاي طبعا الهدف الأساسي لها. هي طبعا اول ماده يقوم الانسان بصناعتها وموجوده فعلا بهذا المكان. نعم، دروع الحمايه اهم شيء اذا كنت حابه تصير شرطيه. شكرا سلمى على هذه الاخبار، نلتقي الاسبوع المقبل. اكيد، شكرا ديما. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا جزيلا للمتابعه، ونلتقي غدا عند الرابعه بتوقيت غرينتش، السابعه بتوقيت القدس، الى اللقاء.